ربما يكون الإعلان أو الأخذ بمبادرة الرئيس رجب طيب أردوغان جاء متأخرا، لكن على ما أعتقد أن كان هذه المبادرة قديمة في المناسبة بأول الأزمة، ولكن الجانب الروسي ارتأى بأن يعلنها الآن بعد بالنسبة له هو سجل نقاط أو 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 الحرب إلى حد ما وضعت أوزارها. لكني أنا هنا أسجل نقطة لتركيا بسياستها الخارجية المتوازنة بكل المنطقة، بكل الملفات، مو بس الأزمة الأوكرانية الروسية. يعني الرئيس رجب طيب أردوغان وسياسته الخارجية ومستشارين في وزارة الخارجية يسيرون وفق سياسة متزنة متوازنة بكل الأزمات الإقليمية دون استثناء، بما فيها الولايات المتحدة الأمريكية، بما فيها روسيا، بما فيها الخليج. حتى في الأزمة الخليجية كانت تركيا تأخذ يعني قوة. ولاحظ المبادرات لما تكيم الدولة عظمى، أتكلم عن دولة عظمى بقوتها الاقتصادية، تركيا رقم لا يستهان فيه بالاتحاد الأوروبي، بالولايات المتحدة الأمريكية، وكل العالم يعرف بأن تركيا لها كلمة، وكلمة هذه نابع من قوتها الاقتصادية واتفاقاتها الاقتصادية والإقليمية في المنطقة.